الأستاذ أحمد. كنا فجر رابع يوم العيد الكبير، و يعني قلت لأحمد يقوم يتوضى ويصلي، فلقيت الباب بيخبط جامد، فبقول له في حد، مين اللي بره؟ وبقول له مين اللي بره؟ قال لي معرفش. كان قبليها هو قال لي إن في بعض أصدقائه اتقبض عليهم، فلقيته بص في العين السحرية ورجع بيقول لي البوليس. فأنا خرجت فتحت الباب، قال لي فين؟ لقيت ناس كتير جدا، وضباط جيش وضباط شرطة وناس ملسمة ومدافع رشاشة. الكلام ده كان فاضل 10 دقايق على الفجر. فبيقول لي فين أحمد؟ قلت له جوه. بس زحني على جنبه واتشقت بدرت القوات دي هي، وأحمد نط من الشباك. فلما نط اختفى، ما بقاش حد شايفه، الدنيا بره ضلمة. فخدوني أنا وركبوني ميكروباص، هو كان بينط لبيت ورا، فواحدة بتنشر قالت حرامي، فهم طوقوا المنطقة كلها. كانوا جايين بحوالي 14 عربية، ما بين قوات جيش مكتوب على العربيات قوات حماية المواطنين، وما بين عربيات شرطة كبيرة لنقل الجنود، ونازلين منها ناس ملسمة كتير. طوقوا المربع كله وجابوه، طبعا كسروا جراشات ناس وكسروا عربياتهم بالطلوع فوقها والكلام ده، لغاية ما جابوه. فجابوه هو كله قد كده، يعني 16 سنة ساعتها يعني. جابوه نزلوني أنا من الميكروباص، وأنا ما كنتش عارف أعمل له أي حاجة، يعني أعمل له إيه يعني. وركبوه ومشوا. بعديها أنا دخت 3 أيام بلف عليه، محدش عارف يقول لي ولا راضي يقول لي هو فين، لغاية ما في يوم لقيت القهوجي بيكلمني الساعة 6 الصبح وبيقول لي على نص شارعنا أنا لقيت أحمد. نزلت له وجالي، فتح الجورنال لقيت صورة أحمد، بيقولوا نجحت قوات الصاعقة المصرية مع قوات الخاصة بمديرية أمن الجيزة واللواء فلان والعميد فلان في القبض على فلان الفلاني، والسن 16 سنة. أنا مش فاهم إيه ده، هو بينزل من قيمة الصاعقة المصرية ولا بيعلم من قيمة العيل اللي لغاية السنة اللي فاتت بعالجه من التبول اللا إرادي، لغاية السنة اللي فاتت والروجيتات عندي والدكاترة موجودة، يعني إيه اللي بيعملوه ده؟ من بعدها رحت له، عرفت ان هو في قسم الطلبية، رحت له القسم قالوا ان هيطلع النيابة، طبعا يعني كان في حالة صعبة جدا، وقال لي ان هم عذبوه جامد وكهربوه في اماكن صعبة. فالمحامي لما عرف كده قدم طلب عرضه على الطب الشرعي، طبعا ما تعرضش وخدوه في النيابة ومضوه ان هو متنازل عن العرض على الطب الشرعي. الكلام ده ساعتها يعني. وبعديها بقى 15 في 15 بلا سبب، المحامي يخش يقول له عايز اطلع، يقول له مفيش اطلاع. قالوا بيوجه الاتهامات لاحمد وبيقول له انت قطعت الطريق الدايري وحرقت عربيتين شرطة، قطعت شارع الهرم وحرقت عربية وكسرت عربية خلف كايرو مول، وضربت أمين شرطة في شارع عثمان محرم وخدت سلاحه الميري. شارع عثمان محرم ده زي الموسكي، وضرب أمين شرطة ومش عارف عملت ايه، في اتهامات كتير. قال له انا عملت كل ده، قال له التقرير بيقول. فالولد قال له التقرير بيقول واحنا لينا عقول، اللي يعمل كل ده محدش يعرف يمسكه ولا يحبسه، وانا ممسوك ومحبوس وقدام حضرتك متكلبش. رغم الكلام اللي حضرتك بتقوله ما ينفعش حد يمسك اللي عمله. فقال له اشوفك بعد 15 يوم. هو عليها 15 في 15 في 45 لما راح قدام محكمة الجنايات، وربنا كرمنا بالمحامي اجتهد عشان يوضح للمحكمة، وفي الفترة دي نحاول نصور القضية مفيش. وفي الآخر لما وصل لخمسة وأربعين يوم ربنا كرمني بواحد أخد 1000 جنيه عشان يصور لي القضية عشان المحامي يقراها.
1000 جنيه، لان في القانون بتاعهم الحالي ممنوع تصوير الاواضي دي خالص، ولا في دليل ولا في حاجه. الحرز اللي خدوه من الشقه عندي، سويتر بتاعي، انا شغال على ونش انقاذ عربيات، فاحيانا ببقى على الطريق الدايري، ببقى خايف ان وانا بحمل عربيه حد يخبطني، فلابس بلبس سويتر زي بتاع الزبالين في الشارع، وزي بيعكس الضوء، فمسكوه وحطوه حرز ليه، وبيقولوا ان ده بتاع ضابط شرطه. ضابط شرطه ايه؟ الخامه دي غير خامه ضابط الشرطه خالص، ولا حد بيفكر ولا حد ضابط شرطه ايه؟ انا ده هو كان في عربيه من العربيات اللي بتيجي استيراد الانصاص دي، هي يعني دي خامه مش موجوده ومحدش يلاقيها ولا يجيبها اصلا. بس وبعديها لما طلع خد اخلاء سبيل من محكمه الجنايات على التهمه اللي اتمسك عليها دي هي واللي اتبهدل فيها كل ده، جه ضابط المباحث قال له احنا ما خلصناش ان انت تسيبنا، وراح منزله بثمن محاضر تاني، وراح نيابه جديده خالص اسمها نيابه الاحداث الطارئه، والنيابه دي هيت ما فيهاش بقى 45 وكده، فيها انها تجدد على النظام الحالي اللي موجود 15 يوم 10 مرات. هو كده قضى 3، بعد بكره يخش في الرابعه بقى. ده بالنسبه للاحداث دي هيت. وبالنسبه حصل فرقعه ومات ضابط من كام يوم في شارع الهرم، فالولد كان بعديها بيومين عنده عرض على النيابه، فبيشتكي لي من معامله في القسم، وان طلعوه من الحجز ورموه مع جنائيين صعبه، و185 واحد في اوضه وكلهم صعب ومش عارف يتعامل وكده. فروحت للضابط بقول له ده عيل عنده 16 سنه، ما ينفعش حضرتك تحطه كده. قال لي اصحابه قتلوا زميلي، ومراته تيتمت، وبنته مراته اترملت وبنته تيتمت، انا اعمل ايه؟ فهو ده اللي تحت ايدي. قلت له حضرتك الكلام ده ما ينفعش حضرتك، ان هو اذا كان الولد ده هو معوج المفروض حضرتك في مكانه علشان تقومه، انما حضرتك بتعامله كده وبترمي الرميه دي هاتي، يبقى هو هيطلع ايه للمجتمع كله اللي اذا كان معوج يبقى هيطلع ايه تاني؟ فراح قال لي هو ده اللي عندي. قلت له سلام عليكم ومشيت. بس وهو محطوط لغاية دلوقتي في اسم الطلبية بلا اتهام، والقضية الجديدة اللي معمولة المحامي بيقول لأن جاله كذا واحد فيها في نفس القضية دي، قال أنا أدفع 10,000 جنيه وأعرف أصورها، ممنوع تصويرها، ناس بيخش معاه محاميين ما يعرفوش إيه القضية، ومش متاح ليهم إن هم يعرفوا إيه القضية، وكل النيابة يقول هي الاتهامات اللي بتطلع من بقي دافع بيها، دافع عن ايه؟ ايه الدليل؟ مفيش اي دليل. وعيل عنده 16 سنة وفي تانية ثانوي، وخدوه قبل ما يخش بيومين، خدوه كنا يوم 3 أو 4، وكان المدارس يوم الحد، وشكرا على كده. ما وما فيش حيلة، ولا عارفين نعمل أي حاجة، ولا حتى نصور القضية الجديدة دي. القضية القديمة صورناها بعد شهر، ودي هيت مش عارفين نعمل فيها حاجة، ولا نصور ولا واتعملت وهو عنده. وبقول للضابط اللي بيقول لي زمايله قتلوا زميلي، بقول له هو كان فين ساعة ما زميلك اتقتل؟ مش كان عندك؟ ده عندك بقاله ده رابع شهر. قال لي هم زمايلي. قلت له شكرا بس ومشيت، ومش عارف اعمل له اي حاجه، ولا حد عارف يعمل له حاجه. خلاص زي ما نزلت من الميكروباص لما كانوا واخديني وركبوه، مش عارف اعمل له حاجه. كل اللي بعمله له بودي له اكل وخلاص، لان هم طبعا ولا بياكلوا ولا بيشربوا ولا حاجه. خلاص ده اللي بقدر اعمله معاها، ومفيش حاجه متاحه تاني.